الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا وأهلا بكم أحبتي المشاهدين والمستمعين في هذا اللقاء الجديد وفي هذه السلسلة المباركة بعنوان أحسن القصص، قصص من وحي القرآن نستفيد منه يا أحبة الحكمة والعظة والفائدة، وفيها كذلك بيان فضل الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا القصص تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لفؤاده ولفؤاد أهل الإيمان. حديثنا يا أحبة في هذا اللقاء المبارك عند قوله سبحانه وتعالى في وصف هذه الدنيا الفانية الزائلة، قال سبحانه في سورة الحديد: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي أن هذه الدنيا التي نتسابق ونتقاتل من أجلها إنما هي لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أحبتي، الدنيا يا أحبة ظل زائل، والسعادة في الدنيا هي سعادة وقتية تزول بموت الإنسان. ولهذا قال أحدهم: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ظن البعض من الناس أنه يحصل على السعادة بجمع المال وبكنزها وباعتلاء المناصب وبكثرة الأبناء، وهذا لا شك أنه مفهوم سقيم وفهم ناقص. يقال، وهذا يعني قصة من واقع حياتنا، أن هناك رجل كان من أغنى أغنياء العالم، وكان الرجل يعيش في بريطانيا، عنده سلسلة فنادق، عنده ثروة هائلة وطائلة. هذا الرجل عندما تقدم به السن يا أحبة وأصيب بمرض الزهايمر، هذا المرض يأتي كبار السن في الغالب، وفيه أن الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، يعني يتحرك بحركة لا إرادية. هذا الرجل أراد أن يجعل لهذا الأمر حدا، وهو من أغنى أغنياء العالم. تأمل يا محب حتى تنظر إلى هذه الدنيا بعين البصيرة. فما الذي انتهى به هذا الرجل؟ هذا الرجل ذهب إلى عيادة خاصة بالانتحار، فاستأذنه الطبيب والدكتور ليسأله: أريد أن يتثبت من الأمر، قال: تريد أن تنتحر؟ قال: نعم، أريد الانتحار. وبالفعل طبق ما أراد وشرب كأسا من السم، وكانت هذه نهايته. رجل عنده ثروة وعندهم أموال وعنده ما لذ وطاب من الطعام ومن النساء ومن كل متاع، ولكن كانت نهايته من هذه الدنيا أن فارقها بهذه الميتة. وهذا دليل واضح يا أحبة على أن هذه الدنيا ليست بشيء ولا تزن عند الله جناح بعوضة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وسيد البشر خرج من هذه الدنيا وليس له ورث يورث بعده صلى الله عليه وسلم، بل مات ودرعه كما جاء في الحديث مرهون عند يهودي. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في حال هذه الدنيا. خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسيرون في المدينة، فوجدوا جديا أسك ميت وملقي على الأرض. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتهز هذه الفرص من أجل تعليم الصحابة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثم رفعه وقال: من منكم يحب أن يكون له هذا الجدي بدرهم؟ فقال الصحابة: والله يا رسول الله ما نحب أن يكون لنا بشيء.
فأعاد عليهم من أجل تأكيد هذا المفهوم، قال: من منكم يحب أن يكون له هذا الجدي؟ فقالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، يعني ليس بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا الجدي عليكم. هذه الدنيا بما فيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب بانيها، وإن بناها بشر خاب بانيها. هذه الدنيا يا أحبة التي يتقاتل فيها الناس ويتقاطعون ويتهاجرون، هذه الدنيا التي ربما راح أعمار كثير من الناس من أجل هذه الدنيا. لهذا جاء في الحديث الصحيح: من أصبح منكم والدنيا أكبر همي. انظر، إذا كانت الدنيا أكبر همك فرق الله شملك وجعل فقرك بين عينيك، ولم يأتك من الدنيا إلا ما قد كتب لك من هذه الدنيا. لكن من أصبح يا أحبة وقلبه وهمه للآخرة، جعل الله عز وجل غناه في قلبه، وجمع الله شمله، وأتته الدنيا كما جاء في الحديث وهي راغمة، الله عز وجل يذلل لك الدنيا لأنك أقبلت على الآخرة. فحري بالمؤمن يا أحبة أن يجتهد في كل عمل صالح يقربه إلى الآخرة. لو كان في الدنيا خير لكان أغنى الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل خير بأبي وأمي أن يكون يعني من أغنى ملوك الأرض أو يكون عبد، فاختار العبودية صلى الله عليه وسلم، بل فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم ولم يطعم كما تقول أم المؤمنين، ولم يشبع من طعام من شعير البر كما جاء في الحديث، بل ربما مر الهلال والهلالان والثلاثة أهلة على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقد فيها نار. ومن أعجب ما قرأت يا أحبة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضيف في المسجد، فقال: يا رسول الله إني مجهود. جاءه غريب ويريد الطعام، قال: يا رسول الله إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من باب إكرام الضيف، وهذا دليل على الإيمان، إلى أزواجه، إلى بيوته التسعة: هل عندكم شيء؟ فكلهن بقول واحد وبصوت واحد: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. تأمل يا محب، هذا سيد الخلق، لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء، تسعة بيوت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد فيها إلا الماء. سيد ولد آدم، أول شافع وأول مشفع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في بيته إلا الماء. ثم يصيح بأعلى صوته في المسجد: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقوم الصحابي ذلك فيكرمه فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا فيه دلالة واضحة يا أحبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذه الدنيا إلا لعمل يقرب إلى الآخرة. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. انظر، الغريب في هذه الدنيا ليس له وطن، ليس له مستقر إلا في الجنة، ولا راحة للمؤمن إلا عندما يضع قدمه في الجنة. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا كان ابن عمر كثير ما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. صدق. كم من إنسان أصبح يا أحبة ولم يمسي إلا في عداد الآخرة، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح إلا وهو من أهل القبور، كثير كثير جدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس في هذه الدنيا، وهذا الذي تعلمه الصحابة من هديه وسمته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أن أبو عبيدة رضي الله عنه جاء بجزية أهل البحرين فقدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه، فعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح جاء الأنصار فاعترضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، فقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد قدم بشيء من البحرين. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال لهم: أبشروا بما يسركم، فوالله ما أخشى عليكم الفقر. انظر، تأمل، هذا منهج وهذا درس للأمة، يقول: ما أخشى عليكم الفقر
ولكني أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لكم لهم، يعني لمن قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن من تعلق قلبه في هذه الدنيا لا شك أن مصيره للهلاك، فلا تجعل الدنيا في قلبك، اجعلها في يدك، فالله عز وجل سيأتيك ما قد كتبه لك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. والعجيب سبحان الله أن الإنسان كلما أقبل على الآخرة جاءته الدنيا، وهذا دليل واضح أن الإنسان كلما كان مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه يذلل ويسهل له الصعاب مهما كانت. فنسأل الله سبحانه أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار ولا إلى النار مصيرنا. غادر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا يا أحبة كما جاء في الحديث 3 أيام في بيوت النبي ولم يوقد فيها النار، بل جاء في الحديث أن عمر دخل عليه في يوم من الأيام وكان مضطجع بأبي وأمي وقد أثر الحصير في جنبه، فبكى أمير المؤمنين لما رآه، قال: يا رسول الله، يعني ملوك كسرى وغيره من الملوك ينامون على الديباج والحرير وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بلى نرضى يا رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته. إلى لقاء جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.